مها تراستن. مها تراستن اي جي هو بيقدم مخصبات زراعية من مواد عضوية. اللجنة شافت انك رائدة اعمال صعيدية قوية مثابرة قادرة على الشرح وتقديم مشروعك وبيعه وعندك شغف كبير وبتنزلي تبيعي بنفسك للتجار مش للافراد، لكن من اكثر تحفظاتهم ان مش معاكي براءة اختراع، مفيش فرق واضح عن المنافسين بتوعك، مش بتثقي في العاملين معاكي انك تعرفيهم سر الخلطة، وبالتالي ده بيبطئ من توسعك. هيكل الملكية بينك وبين جوزك مش واضح، عاملين شركتين مش شركة واحدة، وده برضو عامل لخبطة. ردك في دقيقة. بالنسبة لأن أنا مش بثق في حد، لا أنا بثق في اللي شغالين معانا. أنا عبارة عن مكنة وإحنا عبارة عن تروس، كلنا بندور بعض، وأنا الترس الأولاني اللي معايا الخلطة اللي بكون بيها المركبات بتاعتي، وبسيبها لبقية فريق العمل يقدر يسوقها في السوق. بالنسبة للشركتين أنا كان عندي عدم خبرة بالمعاملات القانونية، ولما أستاذ محسن لفت انتباهي للموضوع ده أنا كلمت المحامي بعد الحلقة وقال لي لا إحنا نعمل دمج للشركتين بحيث تبقى شركة واحدة، انت نسبة 50% وجوزك 50%. انا شاطرة في البيع، دي حاجة حلوة جدا، حاجة حلوة جدا، وهستغلها في مجالي، وهستغلها في مجالي ان انا اكبر واتوسع. ما عنديش براءة اختراع، انا بستغل في اعادة تدوير المخصبات، اعادة تدوير المخلفات الحيوانية، وفي عملية معقدة جدا مش اي حد بيشتغل عليها. تراستون ايجي انتاجي فوق طموحات. اه سيلز بيرسون، نار نار يا اخي. خليها 51 انت 49 جوزك احسن. هي 50 وهو 49، هي 51 وهو 49. اسمعي كلام، هو ده الصح. شكرا يا مها تراستون.